عمي سليم، السلام عليكم. تقبل الله مني ومنكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلام، تحيتنا لنا زعنبة. عيدكم مبارك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. خويا بن حليمة، وعليكم السلام. النموشي، السلام ورحمة الله، عيد مبارك. خويا الحاج، السلام ورحمة الله. تحياتنا. وعليكم السلام، عيدكم مبارك خويا أزمال. طيب، السلام ورحمة الله. وعليكم السلام مشطوب. جماعة، بارطاجي اللايف هذا، الله يرضى عليكم. كمال، السلام. بارطاجي معك لي جروب خويا مرة. خباب، وعليكم السلام، وعيدكم مبارك خويا أبو يعقوب. وعليكم السلام ورحمة الله، ربي يبارك فيك. السلام ناصر كلمة، السلام ورحمة الله خويا أمين. وعليكم السلام. والله الحمد لله، ربي خويا الطيب، لاباس. السؤال عليكم أخويا، الصوت راه ناقص. ما نرى ظروف، شوف ظروف إلا ناقص ولا لا. ناقص بزاف الصوت. وعافية، عيدك مبارك خويا. خويا علي أنس، السلام ورحمة الله. الناس سوقها راس، ربي يحفظك. مليح الصوت، صح. واحد يقول لي راه ناقص، واحد يقول لي مليح، والله ما نعرف. ربع كاف، وعليكم السلام. واسو سانك، شو نزيد شوية يطلع معنا خوتنا وربي يرحمته. هاني ساكت، مانيش نهضر. شكرا يا ادريس، بارك الله فيك. هذا عمار، كي راك لاباس؟ البلاد لاباس، صح. عيد خويا سمير الوسيني، وعليكم السلام ورحمة الله. خويا نوردي، عندكم مبارك تبسي. المهم، على بركة الله. اصبر بركة، اصبر، ما تقلقش يا اخي. يا الوراقي، كيف الصوت ما كاش يا خويا؟ خويا سراج، الصوت ناقص بزاف. ها والله يا اخوتي، والله ما فهمت. واحد يقول لك ناقص، واحد يقول لك الصوت راه مليح. فهمونا، الله يرضى عليك من والدي. باسكو انا اصلا راه عندي بروبليم في التليفون تاع الباب.
نسبتنا احتراماتنا اليوم. صالح السلام ورحمة الله. صح عيد خويا مصطفى. السلام نسكيك دا تحياتنا. أبو خليل عليكم السلام خويا. يقول السلام ورحمة الله. أبو الملك السلام. جماعة اللي راهي ربما يلقى السلام ولا يبارك للعيد ولا وما بالك ما رديتش عليه ولا نعتذر منه. خويا علام يا بصح قال لك الصوت مليح مانيش فاهم انا انتوما ما بروبليم لا عندكم. ما عنديش تليفون زيادة باش نعرف اذا كان الصوت راه مليح ولا لا. 10 على 10 من اللي قال لك. ايوا المشروع عندك اسي علام محمد تاع الناس الجبهة ماهوش علام تاع نزيدو واحد شوية الجماعة شوية طلعوا معنا باسكو ربما اللايف هذا درتو بكري الله غالب الظروف. تحياتي الناس باتنا بربي ان شاء الله بربي ان شاء الله الروينه. صح خويا محمد عيدكم مبارك. شكرا فيصل بارك الله فيك. صح الصوت ضعيف هو الله غالب هذا هو. جماعة بارطاجونا اللايف الله يرضى عليكم. هي خليه يطلعوا محمد هي. عليكم السلام حميدي. شكرا مفدي. صح شكرا معلش سي محمد انا نصبر. يا نبي السلام. صح عيدك خرشوش. عليكم السلام. صح جي سي سي محمد خويا لاباس. شكرا كوكو الصوت مليح. ايه البارطاجا خويا صبار. نبي السلام الصوت راه ميت يا خويا. ابو عصام الله غالب هذا هو خونا. تحية للناس ام البواقي ربي يبارك فيكم ان شاء الله. ما نقدرش نحي الكيتما باسكو كون نحي الكيتما انا اصلا الصوت ما يحكيش نهائيا. خويا سيدي احمد عاش من شافك اخويا عيدك مبارك. انا عيط لك نهار العيد اخويا ما تهش علينا معليش. سكيك ده تحياتنا بالعربي نعيمي 10% صح ها هي سيدي. والله لو قلتها لك 10 جيت نقول لك 10 على 10 قلت لك 10%. شكرا لكم مبارك جميعا. اجمع ما كاينش وراهم اخويا. هذا مبارك خويا حيدر. أنا بيساعدك نظير. السلام ورحمة الله. عبد الله خباف عبد الملك تحياتنا.
شكرا شكرا، يدكم مبارك جميعا يا خالتي. يا ربيع يا طف، عاود اخرج اخرج ام الله، عاود ارجع. ايه سيدي احمد، عاود ثاني انت ثاني، عاود اخرج عاود ادخل. الله غالب ما كاش كيفه، ربي يفرج علينا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. يا محمد عيدكم مبارك، السلام مشطوب، السلام ورحمة الله، عيدكم مبارك. الناس الكل تحياتنا. لا ماش أثر تاع الاخر، بلك أثر تاع ريزو. زين اسمع، تحياتنا اذا مبارك. صح شكرا، قيل نبدأ على بركة الله، باسكو الجماعة نشوف لربما بلاك كاين اللي راه عيان، كاين اللي راه يغافر، كاين كل واحد وكيفاه. المهم الله يبعد غادي ما غاديش نحوه لا، وخاوتنا اللي راهم يتفرجوا معنا زيدوا بارطاجوا في الجروب ولا في لي باج تاعهم. المهم بادئ ببدء، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين، احيي جميع الاخوان المرضيين على المستوى الوطني، تحية الاسلام، تحية الاسلام، السلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيدكم مبارك جميعا، جميع الإخوان المناضلين على المستوى الوطني، مشطوبين، متقاعدين، معطوبين، ذوي الحقوق، نقول لكم عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بألف خير، أعاده الله علينا باليمن والخير والبركات والعقوبة الجاية كما أقول لك للسنة القادمة بإذن الله تعالى، والناس كامل تكون خير وعلى خير. ارتئينا إلى اليوم هذا باش نتكلموا في البث هذا بعد الحاح بعض الاخوان المناضلين على المستوى النواحي تقريب السما كامل، وغادي نتكلموا بصفه كما نقول لك بصفه خاصه وبصفه عامه على ما آلت اليه القضيه تاع مفصول الجيش محارب العشريه 92/2011 الى يومنا هذا، منذ دفع الملفات وارواح وجي والناس اللي كما نقول لك بعد الناس اللي تجوزت الخبره والناس اللي راهي طامعه والناس اللي مازال والناس كل واحد كيفاه. غادي نوضحوا كما نقول لك نوضحوا الامر بصفه خاصه الناس كامل تفهم، حتى واحد من بعد ما يدلكش حجه والناس تبدا تحجج والناس ولا تخون ولا تدير وتعمل. غادي نتكلموا كما نقول لك على المباشر، حتى واحد من بعد ما يظليش يرجع كما نقول لك للماضي. احنا اليوم راه امامنا كما نقول لك خرجه ميدانيه في القريب العاجل باذن الله تعالى على جميع الاخوه المناضلين على المستوى الوطني، بالاخص الناحيه الغربيه بصفه عامه على المستوى الوطني، ليكون في علم الجميع على المستوى الوطني بجميع الشرائع نتاعهم، محارب العشريه، مجاهد العشريه. احنا بعد سنوات ثلاث سنوات ورانا كما اقول لك في السنه الرابعه تقريبا ثلاث سنوات ونصف، الملف نتاعنا اللي كان على طاولة سيد رئيس الجمهورية، على طاولة رئيس الأركان، على طاولة المدراء المركزيين، لحد الساعة الملف هذا قاعد يتروح المكان تاعو. جميع القطاعات، جميع القطاعات بصرح العبارة، جميع القطاعات الناس كامل دات حق، جميع القطاعات أي واحد طلب حقه، أي واحد طلب حقه داه، كل اللي ما طلبش أصلا، كل اللي ما تكلمش أصلا على حقه، ولحقه هو راك في دار. حتى مسيو كاميرا كاميرا ولحقوا الباي تاعو ليه. حنا اليوم رانا في فصل من المفاصل بصريح العباره، انه الملف نتاعنا هذا اليوم نشرحه بطريقه اللي الناس تفهم، اللي ما فهمش يفهم،
واللي فاني ربما عنده مفهوم واحد اخر يزيد يفهمنا حنايا، ربما لا ربما احنا الوعي نتاعنا والمفهوم نتاعنا هذا هو. يخفى على الجميع. والله بدا الصين يا جماعه ماذا بكم بارطاجوا، الله يرضى عليكم. لا يخفى على الجميع أنه بعد تقريبا 4 سنوات، بعد الإرساليات، بعد الخرجات، بعد الجلسات مع المدراء المركزيين والمسؤولين عن الملف هذا، كل الأبواب طرقناها من أجل الملف هذا. إذا تكلمنا على رئاسة الجمهورية وروحنا لها، إذا تكلمنا على مجلس الأمة وزرناه، إذا تكلمنا على البرلمان مجلس الأمة المجلس الوطني الشعبي وروحنا له، إذا تكلمنا على رئاسة الحكومة وروحنا لها، إذا تكلمنا على وزارة الدفاع الوطني وشقينا لها، إذا تكلمنا على الصندوق الوطني على مستوى دال إبراهيم سكننا فيه، أين الخلل؟ يا هل ترى دولة بحجم قارة بالمؤسسات تاعها اليوم أنه هذا الملف ملف؟ أنا واحد من الناس ما عندوش ملف، لا ربما كون جيت مسؤول ولا جيت عندي كيما نقول لك ربما صفة مدنية أو عسكرية، سبحان الله تبقى تميز بينك وبين روحك الملف هذا ماهوش ملف اللي يتطلب هذا الوقت. لكن المفهوم احنا نفهمناه، قال لك تاع بكري يقول لك المثل الحر بالغمزه والبرهوش بالدبزه. احنا كيما قلنا نعلم وانتم تعلمون المسؤولين هذا، نحن نعلم انه كاين ناس على مستوى ربما الرئاسه ولا ربما وزارة الدفاع الوطني ولا ناس عندهم كما يقول لك طرق لأنهم عندهم كلمتهم به الملف هذا ما يطواش. الملف هذا راه مخلينا احنا كفئة كمجاهد العشرية كمحارب العشرية مخلينا هذا الملف كجوكير، كانك راك تلعب في البوكير ومخلي الورقه هذيك الجوكر تاعك انت باش تجيب بها الرقاد للناس. حنا هاد الناس مهما تكون الصفه تاعو مدني او عسكري، مهما تكون نحن من دفع الثمن من اجل الامن والبلاد والعباد، نحن من دفع الثمن، كاين اللي يدفع الثمن تاعو بالاولياء نتاعو، كاين اللي نهار اللي انضم للمؤسسه المجموعات الارهابيه الهمجيه صدمت له ديارو، ذبحت والديه وذبحت قتلت والديه وقتلت امواليه، دفع الثمن. هو ما دفعش الثمن نعم، لكن الاهل نتاعو والاقرباء نتاعو دفعوا الثمن. لانه اليوم احنا واجب علينا، لانه الابواب كامل طرقناه، وني ذكرتها لكم ساليف الابواب كامل ذكرناه وطرقنا له ومشينا، والناس كامل الا الجن اللي راه في 7 بحار سمع بينا، الجن الازرق ولا الاحمر اللي راه في 7 بحار سمع بهذه القضيه نتاع محارب العشريه، الملف نتاعهم التسويه نتاعهم الى متى. هل هذا الملف يتطلب كل هذا التأويل؟ ما كانش مسؤولين هم يشوفوا في اللايف هذو، ما كانش مخابرات، ما كانش جهاز أمن قومي هم يشوفوا في الناس هذو، ما قدروش يوصلوا الرسالة، قال هذا الناس وش في حكايتهم، لماذا إلى يومنا هذا حتى الملف نتاعنا ما فهمتش أنا وين راه واصل أصلا، كاع على مستوى عالمي. كي نتكلموا على حقوقنا من بعد تقولوا الناس هذو ايادي خارجيه، واش من ايادي خارجيه؟
وش من أيادي خارجية أخي الكريم؟ هذا كلام موجه للمساعة تأتيرة هذاك، موجه لهنا كما أقول لك بصفة خاصة، أنك تتكلم الناس تقول باللي الناس راهي متقاعد ولا معطوب ولا مشطوب، هذا راهي يحوس على حقه ويحوس على الحقوق نتاعو، تي كيفاش تتكلم فيه وتتهمه بطريقة أنك أنت ما تنسى يا أخي، لا تنسى وحتى واحد ما ينسى الوقت اللي الناس هادو كمشطوبين متقاعدين معطوبين ذوي الحقوق، الناس هذه كانت في الصفوف الأولى وكانت تحارب البلاد والعباد. اليوم إذا كان طلبوا بحقنا تقابلونا فهمونا وين نروحوا. إذا كان نهار الأول قالوا ودي الملف نتاعكم أنتوما، قالها ودي واش كاين واش كاين، كيفاش أنتوما عطيتوا أمل للفئة هذه؟ قلت لها باللي أرواح أنتوما خدمتوا في وقت ما البلاد وقفتوا وكنتوا كما أقول لك العمود الفقري تاع البلاد هذه وجبتوا للأمن والاستقرار، والحمد لله مازال حتى اليوم قلنا لكم مرارا وتكرارا في جلسات مع ألوية مع المدراء المركزيين ومع السلطات الأمنية والعسكرية، قلنا لكم حتى ولليوم أننا أبناء هذا الوطن، أبناء هذا الوطن اليوم وغدا، حتى لو قات كما أقول لك يوم في حياتي خلونا نشفط الأمور تاعها، قلنا لكم بلي إحنا أبناء. لكن المقابل تاع الفئة هذه، المقابل نتاعها ليومنا هذا، لماذا هذا التماطل؟ من هو المتسبب ولا من هو السبب ومن هو اللي راه يعطي الأوامر باللي الملف هذا ما يتسواش؟ أنكم أنتم في الجلسات نتاعكم على مستوى نادي الجيش ولا على مستوى لا 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 كما أقول لك النواحي، فهمتونا باللي الملف نتاعكم أنكم ملف مدني أو ملف عسكري، والملف هذا إن شاء الله بربي يطوى في القريب العاجل. هذا المدير المركزي تاع الشؤون الاجتماعية تكلمها شخصيا قال لك بإذن الله تعالى الملف هذا يطوى. لماذا بعض الملفات السابقة وبدون ذكر الأسماء وبدون ذكر الفئات أنه في ظرف 90 يوم، في ظرف 90 يوم الملف هذا أو كما أقول لك ورقة فقط، جميع القنوات الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة الناس كامل على بالها، خلص في كنترول باللي فيه أفلانية كذا كذا كذا. لماذا احنا حتى وين، حتى الصحافة، حتى السلطة الرابعة، حتى الصحافة عندنا في بلادنا مرئية ولا مكتوبة ولا مسموعة ما عندهاش الذروة باش تكتب على الفئة هذه؟ يا خلطارة احنا ما ناش جزائريين، ما ناش مواطنين، لماذا على هنا كي نروح للجريدة البر نوصل للصوت تاعي نخرج للميدان تقول لي ما تخرجش، ما عندكش توريزاسيون، ما عندكش ترخيص انك تتظاهر ولا تطالب بحقك، نروح لجريده رسميه ولا اذاعه ولا ما على باليش انا نطلب كلقاء ولا بنوصل الصوت تاعنا للرئيس الجمهوريه ولا ما على باليش انا للممثلين للشعب على مستوى مجلس الامه والغرفه البرلمان. قال لك ما عندنا تعليمات انه الصوت نتاعكم احنا الله خير ما نقدرش نكتبوا عليكم ما نقدرش تكلموا. زيد حاجه واحده اخرى، حتى وان شخصيا اعوذ بالله ما كلمت انا تكلمت حروه تبصلت حتى المستشار كما اقول لك لا حول ولا قوه وسيط الجمهوريه الوسيط الوطني اللي كما اقول لك على مستوى العاصمه موش حتى الولائي ولا الوطني، قال لك انا عندي تعليمات وعندي امور اللي نخدمش بها انا، انتم ما نقدرش نتكلم عليكم. يا هل ترى احنا اليوم اصبحنا منبوذين ولا تحوسوا تطمسوا الحقيقه نتاعنا ولا الحقيقه نتاعنا اللي مغش اللي ربما ما على بالناش كيفاه الملف هذا كيفاه بتسووه زعما ما فهمتش. دوك انا كي نتكلم مع مدير مركزي يقول لي باللي الملف نتاعكم ان شاء الله باذن الله في القريب العاجل، حتى الاخ كيما نقول لك اللي بالمناسبه نقول له بارك الله فيه والله يجازيه اللي توفى في المده الاخيره البرلماني هذاك العريبي ربي يحمه ربي يوسع عليه، انا شخصيا تلاقيته في العاصمه قال لي الملف تاعكم انا ما صراحه كل واحد يحوس يتنصل من المسؤوليه نتاعو. احنا اليوم واجب علينا، انا نقول لكم بصراحه العباره يا جماعه، ما هو لا ورقة رابحة لا هو خاسرة، المشطوب زايد نقص سمعت صفاته،
ما هناش افر تاع ورقه رابحه. نروح نقولها لك مثاني نزيد نشوف نعطيك واحد المعلومه، ربما بعض الاخوه يشاركوني في الراي. اللي راه يقول لك باللي انتوا انه وعاء سياسي ولا وعاء انتخابي وانتوما وكذا 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 غير يفوتها، لانه سياسه البلاد ونعرفوها كيفاش تمشي. سياسه البلاد نتاعنا ونعرفوها، كل حاجه يديروها يديروها في رسانها، محبيت ولا تفوت تفوتي ما تفوتيش تطلع تهبط، حاجه كي تندار تندار. ولهذا ما كان نهضر نكذبوا على روحنا يا جماعه، ما ضلوش الامور ندخلوا فيها. وانا كي دخل لي شوف دخل لي دخل لي القضيه نتاعي دخل لي في الامور تاع وعاء انتخابي و نعم احنا هكا وعاء نعم نعم باسكو في قادر انا نظن باللي اكبر تجمع على المستوى الوطني ما كاش حزب على المستوى الوطني ولا جمعيه اللي عندها الفيكتيف ولا عندها الافراد كتنسيقيات بجانب كيما نقول لك ميم 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 بجمع الشرائع تاعها كمتقاعدين مشطوبين معطوبين، لان هذا اكثر من مليون بدون عائلته. نعم انا معاك نوافقك في الراي هذا، لكن احنا ماهوش اطار ماهوش في اطار تاع انه انتخاب سياسي ولا وعاء انتخابي، لانه ما ندخلوش في الامور هذه. انا ما يهمنيش انا واش يهمني، انا يهمني انه اعطيني حقي الشيء اللي متفاهمنا عليه في 23 جوان وقلنا باللي ها كيفاش الامور تمشي وانتم اللي وصلتونا ودفعنا كي دفعنا الملفات. لكن اليوم اصطدمنا بجدار اخر وهو جدار الخبره الطبيه. اليوم تشوف انت باللي كمدير جهوي ولا مدير صندوق على مستوى اي ناحيه يتكلم معك بواحد الطريقه تاع التعالي. سمعتوني يهضر مع تقول له اعطيني الناس اللي جوزت الخبره مده سنه ونصف، ما كانش ما عندوش نسبه العجز تاعو، ما عطاوش نسبه العجز تاعو، واذا كان دا 0% ما عطاوش نسبه. ولهذا هنا راه كاين كيما نقول لك فويت، راه كاين خلل. من هو المسؤول؟ من هو المسؤول على الملف هذا اللي راه كيما نقول لك يحوس يتماطل فيه ويخلي الامور تخرج على السيطره؟ لانه ربما راه داير في حسابه باللي هذه الفئه احنا لانه عينا انا واحد من الناس عيدنا نصبروا عينا نقول ربما غدا بعد غد شهر هذا الشهر الجاي شهر كذا كذا نطمنوا في رواحنا ونصبروا في رواحنا ونصبروا في خوتنا. لكن الحق للموسى العظم، الحق الوقت اللي الموسى الحق العظم الله غالب لا حول ولا قوه، لانه بصفه خاصه بواحد المصطلح نقولوها انه الاموات الاحياء شكون هما؟ هما محاربي العشريه. حيين ميتين، حيين ميتين. لا حول ولا قوة الا بالله. انا الملف تاعي مازال ما دفعتوش كاع سين ردين. سمعتني ما سمعتنيش اخي الكريم، الملف تاعي اللي لحد الساعه مازال ما دفعتوش. تتضرر على الخلصة حول. سمعتوني يا خوتي، اليوم أنا نقولها لكم بصار العبارة أنه واجب علينا الناس كامل تتكاتف مع بعضها ويد الله مع الجماعة واعتصموا بحبل الله ولا تتفرق. أنا نقول لكم باللي اليوم الحق الوقت لأنه اليد في اليد، الحق الوقت أنه تديروا اليد في اليد، لأنه الله غالب. وإذا خرجنا هذه الخرجة ولا إذا خرجنا الاعتصام وطني ولا إذا مسيرة كرامة ما يهمنيش أنا، دارنا خارجين مرغومين ليس مخيرين، الله غالب. لأنه تلحقنا، لأنه أنتوا راك تاكل اللي في حقي هكا عيني عينك وأنا نشوف. لا لا اخي ولا ترتاح، سما كي قلت لك ما نجي نخلص فرحت. ها صح اخويا، سمعتوني انا نقول لخوتي اذا راكم بالحقوق ما تندب عليا ما نندب عليك، ما تبكي عليا ما نبكي عليك. ارواح اخويا اذا تكلمنا نخرجوا للميدان، رانا خارجين، وقف معايا نوقف معاك، تمثل روحك نمثل روحي. الملف نتاعي قال اش تكون انتوما شكون احنا،
انتم اللي وعدتونا في 2020، واحنا اللي كنا في 2008 نجوا، واحنا اللي جينا في 2011، واحنا اللي جينا عندكم في 2013، واحنا اللي جينا عندكم في 2014 و2015 و2016 و2017، وحنا جيناكم اللي في 2018 اسبوع كامل وحنا في حوش المخفي، وحوش المخفي 2 والساكوار و16 مارس و على بالك بلي راسك يحبس. خلينا يا ودي مع السنوات اللي فات تاع البليده وتاع بيرتوتا والامور هذيك ما نذكروهاش، لانه الشيء اللي فات فات، حنا نحكوا في المستقبل. اذا كان الناس السلطه تاع مين شكون هادو؟ هادو هما هادو هما محارب العشريه، هادو هما الناس اللي ضحوا على البلاد، هادو هما اللي وفوا كيما نقول لك بصدورهم وقال لك رانا هنا وما سمحناش في بلادنا وقعدنا في الوطن نتاعنا وسمحنا في الدراسه نتاعنا وسمحنا في الاولياء نتاعنا ودخلنا كيما نقول لك دي جاند صغار. اكبر واحد ربما يكون في دخل المؤسسه في كذا المامو 19 20 سنه، كاين اللي دخل كيما نقول لك بالاخرى نتاع التسخير الاخرى تاع الوالدين تاعو. هذه اللي نقولها لخوتي، لانه واجب علينا اليوم الناس كامل كل واحد يتحمل المسؤوليه تاعو، كل واحد. كل واحد يتحمل مسؤوليته. واجب عليكم اليوم انا نقول لكم بصار العباره، اذا ما تكلمتوش وما تكاتفتوش وتركتوا جميع الخلافات الشخصيه والحقد والحسد والغل اللي في قلوبكم، كل واحد يترك الحقد والغل والحسد اللي في قلوبكم. بارك الله فيك خويا عبد القادر التومي، ديجا اصلا عندنا عينات خلف التصريح الابوي، بارك الله فيك. ما كانش دروك باش ترقد كيما نقول لك ومن بعد تلومني. زيد كاين امر واحد اخر نتكلموا عليها يا جماعه، خاصه تاع الميدان. هذه النقطة رانا نتكلموا عليها، وراهي كيما نقول لك جميع الخارجات بدين استثناء سماك في الخارجات نحضروها من منذ البداية من مدير النضال، وهي أنه بعض الأفراد بدون قصد حسن نية سوء نية الله أعلم كيفاه، الناس كي نتكلموا كي يعطيك أنت المنسق قال باللي النقطة والمخرجة الميدانية هالوقت الفلاني هاو أنت، أنا ما تجينيش يومي ثلاث أيام من بعد وتخليني انا نباطي وحدي وتخليني في فم المدفع ومن بعد جيت تتكسل لي ومن بعد شادير كي تعرف بلي الدعوه راهي باتت فركت، راني جاي في الطريق قلت لك ما سدير في المراشير وتسب فيا وتقول لي في الطريق اه وحنا كيفاه قلعنا من ديارنا وراني في نص الطريق وكي نديرو دروك. هذه يا خوتي هذه النقطه بالذات، بعد هذه النقطه بالذات الناس هذه صرات لنا مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا في هذا الامر، انه الناس تبقى مخبيه في ديورها ويقعد يتبع في الفيسبوك ويتبع في اللايف ويتبع في المناشير، ابري من بعد كي يشوف الحيه باللي صي سيبه وتصابت الاخر طب يدير لك مشهور يقول لك او ليلى كيف تمسخروا بينا، كيفاش نتمسخر بك؟ انا نتمسخر بك كي قلت لك ارواح عندي انا باللي الحد وانت تجيني بالثلاثه، انا نقول لك ارواح عندي بالثلاثه وانت تجيني بالخميسه، علاش انا عندي كيما نقول لك خاتم سليمان ولا عندي ما على باليش انا تاع المسبحه على الدين ندير هكا يخرج لي يسموه نور الديني، يا كان كيفي كيفك. رانا في الجزائر وحيدة ورانا في ولايات غربية ولا شرقية ولا شمال ولا الجنوب، الناس كامل تحت، الناس كامل تولي واقف، دير حسابك. الناس ما غاديش تعلمك انت قال ودي انا دروك بار اكزومبل مثلا قال لي دروك غدوه ان شاء الله الصباح نتلاقاو، لا الناس كامل تكون على بالها باسبوع ولا باربع ايام ولا خمس ايام والناس كامل تكون واجده. ورانا بعض الاخوه راهم مش شهر قبل شهر رمضان راهم يتكلموا، شهر رمضان الناس كلمت وقال لك باللي يا ودي رانا عندها خرجه ميدانيه اذا ما كان والو من دار افريل او افريل كمل ومارس كمل وفيفري كمل وجانفي كمل وديسمبر كمل ومازال يمدوا لنا خبره طبيه في 2024. فهمني واش تستنى؟ لو كنت في عمرك 45 سنه، في عمرك 43 سنه، في عمرك 55 سنه، في عمرك 60 سنه، الى متى؟ لا لا والله ما زعبت عليك اخويا نور الدين، نورمال عادي والله ما زعبت عليك، انا ماكش قالها عسراها، انا قالوا لي احتديت تحت هذا يا ودي خليها لربي يصي. ما نزعب على اخويا ما والو، على واش نزعب عليك انا؟
سمعتوني خودي هذا النقطة خاصة الناس كي تتكلم عليها مشي من بعد أنا تجيني روطار وتجيني بثلاث أيام أربع أيام وتخليني أنا في روحي بثلاثمية أربعمية وصرات لنا قلت لكم صرات لنا ماشي مرة ولا زوج تقريبا تسمى الوقفات كامل صرات لنا هذا المشكل اللي دائما الناس تجي روطار بيومين ثلاث أيام ومن بعد يجي يقول لك أنا الله غالب. لا يا أخي تفهمنا باللي كي توصلك المعلومة أنك خرجة ميدانية رانا في العاصمة رانا في العاصمة رانا في باتنا رانا في باتنا رانا في مغنية رانا في مغنية رانا في تبسة رانا في تبسة لأنه الوقت كالسيف إذا لم تقطعه قطعك. جينيش أنا ثلاثة أيام وبعد تقول لي لا وأنا الله غالب ومن بعد تقول لي تسب فيا أنا ودير لي في لا يا أخي يا إما تكونوا نكونوا نكونوا كيما نقول لك مجمولين ونكونوا كلمة واحدة نكونوا مجمولين ونكونوا على الأقل في قوة قال الناس كامل تكون حاضرة لأنه الوقت راه هو 70-80% تاع إذا ينجح باش تجيب الحقوق تاعك في وقفة ولا اعتصام مفتوح. احنا رايحين لاعتصام مفتوح حبة من حبة وكريمة من كريمة تجي تقول لي لا مني لا لاني راجع لا مانيش راجع. وإذا تكلمت على أمور واحدة أخرى أنا نقول لكم باللي ربي سبحانه قال في كتابه العزيز ولا يسيبنا إلا ولا يسيبكم إلا ما كتب الله لك للشيء اللي كتبه لك ربي الحق. ثم إذا تتكلم لي على حقك وأنت دير في راسك أمور واحدة أخرى أنا نقول لك باللي ما كتوصلش ما توصلش لأنه صلاة الشك ما هي الصلاة. لأن إذا تعرف حقك بتصلي وراك قمت الصلاة وما عرفت حقك لا توضيت ولا تيمت أنا نقول لك حبسي مكان لا عاود روح رزقني روحك إذا قادر إذا قادر إذا قادر قال نقدر ماكش قادر خيط فمك وريح في دارك حتى واحد يحوس عليك. ما تدير عليا لايف ما تدير منشور ما تسب الفئة ما تسب فلان لفلان ريح في دارك. تقدر ما نقدرش هذه هي أخي تعلمناها في المؤسسة تقدر ما نقدرش. سمعتوني خوتي خاصة الزمان الوقت كما أقول لك الوقت الوقت لازم ديروا الحساب بالنسبة للتنظيم بالنسبة للأمور هذا لا يخفى على الجميع باش نقول لك باه نقول لك أنا واش ندير واش مش ندير معنى ما باسكو لاني مناضل كيفي كيفك كل ولائي ولا كل مناضل عندك زوج ثلاثة أربعة جماعتك أخويا قالها اش تكاين وأنا خارج على حقي باه شو مظلي لا شو بدون تصورات بدون أمور بدون بدون قال انا راني اي واحد اي فرد راني نهضرها بسجمي انا كشخص كبرت الاصوات راني نتكلم فيها على المباشر راني خارج على حقي لانه جميع راني نقولها لكم جميع القطاعات بدون استثناء اللي راقد في دارو داير الكيتمان منا في اخر نصبح صدر في السي سي بي تاعو من 2004 2008 2011 2015 2020 2024 زعقوا علينا انتوما تمسخروا بينا واش راكم حاسبينا واش راكم حاسبينا اذا راكم حاسبين باللي انا مانيش قادرين علاش قانا اقسم بالله غير قادرين علاش قانا قادرين علاش قانا هذه هي قادرين علاش قانا قادر نقعد 10 ايام نقعد 15 يوم قادر نقعد 20 يوم قادر نقعد نتحمل المسؤوليه تاعي كشخص كفرد من الافراد هادو نتحمل مسؤوليتي انا راني خارج على حقي. السيد رئيس الجمهوريه وعدني وقال لك الكلمه فيها توزن اطنان وهي ولايه باثنا بدون بالمناسبه نحيي جميع الاخوه المناضلين على مستوى ولايه باثنا. السيد رئيس الجمهورية السابق اليمين زروال ربي يطول في عمره ربي يشفيه رسائل ورسائل وتكلم حتى ربما مع رئيس الجمهورية الحالي عبد المجيد تبون هل راكم ترخصوا فينا كيما هل واش راكم ترخصوا فينا كيما هل لماذا لماذا هذا الفئة بالذات فهمونا كاين حاجة هنا كاين سبب انا خليني شوم الحقوق خليني مقسم الحقوق دروك وخليني نحضروا على حاجة حتى رد اعتبار الكرامة برك يا هل ترى انت الضابط
الملازم اللي كان بصفي في جنبي، والملازم الأول والنقيب والرائد. يا أخي كنت معنا في الوحدة، كنت معنا في الجبل، كنت معنا كما أقول لك في زون بيسكات، كنت معنا في ليراتيساج، رقم ألوية اليوم وعمداء. يا هل ترى ثم هذا الضباط السامون يا أخي كنتوا معنا في الميدان، هذو الناس هذو اللي راهم يتكلموا مني أنا وروح كانوا معاكم في الميدان، لأنه أنا اليوم الملازم اللي كان معايا في 97 98 اليوم راه لواء ولا عميد. نبقى ما كاش كاع فيكم واحد في خير ربي قال هذا الفئة على واش؟ علاه راكم قاعدين ترخصوا فينا؟ لا، لماذا؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ لأنه أنا ما كنتش ترخص فيا، لأنه أنت راك سمعتوني يا خالتي. يا أخي الحسين يرحم الوالدين ولي الله محمد رسول الله، اتقوا الله في أنفسكم، خافوا ربي، خلونا من شوف إلا بغيتوا ربي. أنا نقول لك محارب 92/2011 كونك أنت مثل روحك، خافوا ربي، ما تدخلوناش في أمور أنك أنت، أنا أصلا والله ماني عارف شكون بصح معليش. ما تدخلليش في أمر أنت خاطيك. وتكلمت في الليلة الأخيرة تاع سيدنا رمضان. الوحدة تصبح لها درت الله هذاك بث هذاك 27 دقيقة ولا نصف ساعة. يا ناس خافوا ربي، خافوا ربي، واش دخلك أنت في تتكلم؟ تكلم على نفسك، حاسب نفسك، حاسب نفسك. واش دخلك أنت في شكون اللي بيخدم بيك أنت؟ واش ميخدم الناس اللي كانت تكلموا يخدموا بينا؟ واش خدمت بيك أنا؟ وشكون اللي غادي يخدم بيك؟ واش يخدم بيك أنت يرحم باباك؟ أنت أصلا أنت أصلا ماكش جاسم، شكون اللي بيخدم بيك؟ انا نقول لك واحد زائد واحد تساوي اثنين وانت تقول لي في كذا وكذا. انا اللي خدمت قاعد معطوه مشطوب، انا نقول لك باللي احنا التنسيق الميداني، الخروج الميدان بجميع الشرائح نتاعها، اي واحد فرد شارك 92/2011 انا معنيين كامل بدون استثناء. انا ما تقول لي لا فلان ولا فلتان ولا علان، انا نقول لك خارج على حقي، خاطب رئيس الجمهوريه، اوقف معايا في جنبي، خاطب رئيس الجمهوريه، سيد الرئيس اعطيني حقي، خليني نرتاح بلادي. انت تجي تدور لي مليها تقول له وذني وراه باش يقول له هنا، قال له هاي وين؟ واش دخلك انت فحنا دخلنا في الامور هذه فلان وفلتان وعلان وفئات واحده اخرى؟ انا ما نتكلمش على الناس واحد اخرين. يا فاتح يا فاتح يا فاتح صياد، ما تقول لي لا رايي لا رايك، انت عندك راي وانا عندي راي، انت كتشوف منظور وانا نشوف منظور. سمعتني وسمعتني، هنا مانيش في النضال اليوم، عندي 24 ساعه في النضال، مانيش ود اليامس. انا باش تجي تقول لي تشرح لي ولا تطلع لي امر تقول لي كذا وكذا، امرهم شورى بينهم والامر اتفق عليه، الناس اتفق عليه على المستوى الوطني ونمشوا لقدام. واش دخلني انا الاخر؟ كاين امور ربما ما نقدر نتكلم عليها بالله. انا نتكلم في هذا الامر هذا الصلاه على النبي، دوك يجي فرد واحد، فرد واحد يا دين الله، فرد واحد يجي تفرض عليا رايك وتقول لي واش ندير واش ندير. انا نقول لك باللي الاغلبيه الساحقه على المستوى الوطني راهي متفقه على راي واحد. لماذا هذا على واش راكم تحوس تدخلوا في تدخلوا في قسمنا في حيط؟ تقدر، انا قلت لك تقدر ما تقدرش يا خويا، بات الاخر ما كاش مشكل، روح الجهه المعاكسه يا اخي، كل الطرق تؤدي الى روما. معليش يا اخي كي تتكلم تتكلم على حق، هنا نقولوا هاك نلموا بعضنا ونمشوا لقدام ونديروا لي تفريد وننتظروا واحد كل مره يخرج لي واحد هنا وين رانا رايحين. يا ودي المهم خوتي سامحوني ربما ما غاديش نرد على التعليقات، ربي سهل باش نكونوا، ربما انا كاين بعض الاخوه هنا غادي يحموا لي راسي بعد. يا وهذا يا جماعه يا اخي ماهيش مشكل، انا ما قلت لك والو، كل واحد الراي نتاعو، هذا رايك نحترمه والراي تاعي تحترمه. سمعت يا وجيبهم لي وراهم، انت اصلا لا تصويره لا والو، جاي تقول لي مش طب واحد وروح تربح يا خالد رحم والديك، خرج عليا تاع التصوير تقول ماك دايره في بروفي وجيت تمسخر بيا تقول لي انا مش طب واحد، وين في في في, في الاخر في الكسموها، خلينا يرحم باباك وتخرجني شي على الموضوع، والله لا بصح خرج عليا، يرحم والديك ما تخرجنيش على الموضوع، خلينا نهضر. التصويره بروفي تاعك ماك دايرها وتجي تلاخر عليا انا تقول لي بلي نخرج، علاه ما صراتناش معاكم؟ يا ودي خلونا يرحم باباك، على بالي بلي راهي 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 على بالي بلي هنا الذوبه راه ديالك، بصح معليش والله ما على بالي انا راني نرد. المهم خلينا ما ندخلش في ما ندخلش في صراع في الاخرين، ما نزيدش نشوف التعليقات، سيبوا هكا بنتهنى منكم. سمعتوني خوتي، واجب على كل واحد، كل فرد من الافراد على المستوى الوطني، الناس كامل تنسق مع بعضها، الناس كامل تكون واجده للميدان، الناس كامل تكون
كما أقول لك على كلمة واحدة وعلى قلب واحد ويد واحدة. سمعتوني انا باه نزيد نشرح لك ونزيد نكمل لك انا باسكو باللايف هذا ربما ماشي ربما وربما 90% اخر لايف باه ما نظليش كل مره نتكلموا عليها وطلع لا 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 لا, لا ما نزيدش صاي لان هذا اللايف ربما شرحت فيه لانه الملف نتاعنا السلطات الامنيه والعسكريه والمشطوبين والبرلمان ورئاسه الحكومه ومجلس الامه والراي العام والشعبي والبطال و و و و هذو الناس كامل انا نتكلم والناس كامل يكون على بالها باللي هذا الملف نتاعنا احنا لحد الساعه مازال ما طواش ولا الملف هذا تسوى ولا 3% على مستوى الوطني. المستوى الوطني اليوم الملف نتاعنا على مستوى الناحيه الثانيه، الناحيه الاولى، الناحيه الثالثه، الرابعه، الخامسه، الناحيه السادسه، الملف نتاعنا يا خوتي هذا راه طول وفات في الدا كيما نقول لك اكثر من ما يستحق. احنا على بالنا ورانا عارفين كاين ناس تحوس الملف هذا يبقى دائما ورقة ضغط ولا جوكر والناس هذا وقت ما تدخل ما ندخلوا لا في امور لا في كذا لا في كذا. رفيق راني في اللايف اخويا دوك شو لا بغيت نطلعك. سمعتوني خوتي واجب عليكم، واجب عليكم اليوم الناس كامل تلم بعضها اخطوكم الحقد والغل والناس اللي راهي كيما نقول لك جاده على جهه وقاضبه على عصام الوسط هذوك الناس اياكم واياكم وحرزوا رواحكم منها. قادر ربما كاين اللي يقول لك فرض هذاك ما يدير والو، انا نقولها لك باللي هذاك قادر ياثر وكياثر ماشي ياثر على هو اصلا ربما هو مخلوق مخلوق كاين ثلاث عباد ربع عباد على المستوى الوطني مخلوقين للتكسير فقط. مكسوة هذه خدمت ما خدمتهم سبيسيال بعد لا في اي مجال خدمتهم يكسروا في الفئه يكسروا بالشيء اي حاجه تخدمها ما تعجبوش. وانا اصلا ما ماشي ما هو ربما في حد ذاته بعد كون يشوف روحه في المراه في المراه كيما يقول لك ما يعجبش روحه ماشي حتى تعجبه انت ولا تعجبه طريقه النظر تاعك ولا طريقه الكلام تاعك ولا طريقه السير تاعك ولا طريقه احنا نقولوا المطالبه بالحقوق ما حتى حاجه ما تعجبهم. ولهذا الناس حرزوا رواحكم منهم اياكم ثم اياكم لانهم اخوان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إخوان الشياطين هذه والعياذ بالله. سمعتوني إخوتي الناس كامل تنسق مع بعضها الناس كامل على مستوى الوطني نظن بلي الناس كامل راه يلعب بالها بالخارج الميدان هذه سما دائما نتكلموا على الوقت المكان والزمان خاصة الوقت كي نتكلموا على الوقت كي نتكلموا رفيق اصبر عليا برك كي نتكلموا على الوقت باه ما نعاودوش دائما نرجعوا للماضي نفس الاشخاص ونفس العباد ومن بعد تصيب روحهم بعد تقول وكسروها وداروا لها وعملوا لها. اذا كنتوا رجال وواقفين انا ننظر باللي الحقوق تجي والرساله تاعنا توصل رئيس الجمهوريه. احنا الهدف تاعنا واش هو؟ الهدف تاعنا هو ايصال الرساله للسيد رئيس الجمهوريه. هذا هو الهدف تاعنا لا اكثر ولا اقل. لانه جميع المسؤولين الاخرين حتى واحد لا حول ولا قوه، ما عندناش ولا ما لناش قدره. ما عندناش ولا بقات الناس كاش كذا. ولهذا واجب علينا اليوم كفئه محارب فئه محارب العشريه بجميع الشريعة تاعها 92/2011 الناس كامل نكونوا ان شاء الله يد واحده وملمه واحده نكونوا يد واحده ومجمولين كي نكونوا مجمولين على بالي واش كاين وان شاء الله بربي تكون كيما نقول لك استجابة من طرف السلطات الملف هذا يكمل على الأقل يخلونا نروح نرتاح بس كل واحد عيا كبر شاب لا إله إلا محمد رسول الله ما قدرناش. هذه هي
هذا هو. السلام عليكم هلا خويا رفيق، السلام ورحمة الله، عيدك ابو عبد مبارك. الله، خويا عيدكم مبارك. يا عمك كير خويا لاباس؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اخواني المحاربه الوطنيه، نقول لكم السلام عليكم وعليكم مبارك. السلام. ان شاء الله خوتنا في جميع الولايات بخير وعلى خير. مرضي بسلسله وشراك خويا. ابو عبد الله واش راح نقول؟ احنا لازم الحاجه الاولى لازم نستخلصوا الدروس اللي خديناها من الخرجات اللي فاتت، هذه حاجة الاولى. الحاجه الثانيه، كاين واحد الامر نوثقه ونخلصنا لا الغلطات اللي كنا نديروها في المرات اللي فاتوا والمرات اللي فاتوا، وهذيك النزاعات الشخصيه اللي كانت بين الناس، محمد بكم حطوها لنا، حطوها لنا. احنا عندنا احنا عندنا اوبجيكتيف واحد، وعندنا احنا هدف واحد. رزاق قرفيك، عيد مبارك خويا، العيد اختار، عيدكم مبارك. خالتي ما قدرتش نقرا التعليقات، انا خالتي كاع نبغيهم ونرد عليهم. ودوك نقولوا خلوا برك. راك سمع فيا مليح ابو عبد الله، راهم يكتبوا لنا في التعليقات الصيف. لا 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 راك بيا كاع. المهم خاوتي اللي عنده مشكل مع واحد يخليه اكوتي، عندنا حق راح نطالبوا به، راح نوقفوا عليه. عندنا حق تاع اولادنا، راه كل يوم كل يوم يومين نستمعوا واحد من خاوتنا مات. عبد الله نهبط نعاود نتعب. لا 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 راك مليح، الصوت راه مليح راك رفيق، راه الصوت راه بيان. خاوتي أو الناس كاع راه تحب الصوت، الناس باغي تسمع. الله ماني فاهم ما نعرف صح. ان شاء الله دوك الصوت يكون عندي. راه مليح، انا نسمع فيه بيا كاع، ما نقدرش نلحق الكيت مع نور الدين انا باسكو البال. هاي دوك قال لك الصوت عندي، ماشي عندي ليسونسيال. معليش المهم الفكره تاعك خاوتنا برك. خاوتي هذيك الخرجه تاع عام هذه كله ما مضى يعد من الماضي. خاوتي اذا كان انا راجل فيك وانت راجل فيا، ديت بنيت عندنا استحقاق. اليد في اليد عندنا حاجه، احنا ما انا ضد الدوله الجزائريه، ما انا ضد رئيس الجمهوريه، ما انا ضد اطاره الدوله، ما انا ضد المؤسسه العسكريه. اللي انا في وقت من الايام، في وقت من الاوقات، كنت انا وليد المؤسسه وما زالني وليد الجزائر. انا هذه البلاد عطينا لها الشباب تاعنا كافونا، احنا هذه المؤسسه العسكريه مدينا الشباب تاعنا على جال. اخواني محارب العشرية، راني نقول لكم اللي عنده خلاف شخصي مع واحد يخلي ان عندنا خرجة قاتلنا طلقة واحدة، قاتلنا طلقة واحدة، سمونا الجزائر العاصمة. ارجع للصف. ذكر عمي نور الدين، قاتلنا طلقة واحدة، اليد في اليد، عندنا حق مطلوب ويا الدنيا ما دخل الشر. تحياتنا لكامل المحاربين العسكريين والسلام عليكم. الله يعطيك الخير بخير ابو عبد الله. احتراماتنا.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وي خويا صواب، السلام عليكم وصحة عيدكم. عيدك مبارك. مشاكم خويا لاباس. الحمد لله. علاه معليش عندي واحد السؤال ليك معليش. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، عندي سؤال لك معليش. أخويا صحة عيدكم. تفضل تفضل. أسمع فيك صوابة. أنا نسمع فيك أنا نسمع فيك تفضل. واحد طلبات ديالي من أجل أجل يعني الشبرا. روح صوابة. تفضل أخويا. أسمع اخويا اسمعني، حنا اخويا عندنا في حاجه واحده هاك ما يسمع فيك تفضل. حنا اخويا عندنا شوف خويا الهدف تاعنا خويا ولا عقوله وجميع خويا وجميع المشتوب تاع خويا موجدين ارواحهم من هذا الوقت تاع رمضان الاغلبيه فيهم سلفين صوارف هم يسلفوا في الاعتصام هذا قد ما يطول الاعتصام قد ما يطول في كيف يتفرتك يروح كاين واحد راه خدام ظلمها كاين واحد سومي سومي فهمتني خويا صوابة والاخر الدولة الجزائرية تاعنا حنا حاليا مازلنا المحارب العشرين سترة مازلنا كمل جنود الاحتياط ايماجين لكم العاصمة اليوم والبارح العاصمة اللي عندي طويلة وكشي ديال كل الدواقي عيط له قال لي في العاصمة على بالنا العين يعني بلي حنا التسوية هذه ماشي حيمدوها لنا لازم نجيبوها بالقوة يحبونا ما يحبون راك معايا خويا صوابة راني نسمع فيك تفضل تفضل جماعة تاع جماعة تاع الجبل جماعة تاع الجبل البارح اللي كانوا يحاربوا كانوا يهربوا حنا نتبعوا فيهم أما يخلصوا يتفرجوا فينا حنا حنا عندنا القدام دخل بابا ودخل بيناتنا دخل بين المتقاعد والمشطوب الناس ما يتفرجوا فينا يا جماعه انا جماعه اللي نعرفوا في الفيسبوك وكذا برازيليا الارجنتينيه الطايفيه مسيسيا وعندهم حماس للخرجه ماشي اللي يجي يدير لايف يجي يدير منشور اخويا نعطيوها لواحد وعي الناس يتفاهموا الخرجه هذه يضربوا الحديد حديد كي راه سخون هذا هو تدخل تاع اخويا راك معايا خويا فهمتني؟ كان يسمع فيك كان يسمع فيك كان يشوف واحد التعليق برك روح كمل. يعني يا خويا والله عمركم خويا طبعا. المهم صغير الحاج احنا ما نشبعوا في البقوق هنا خويا هيا وتهلا في روحك. ربي يعيش ربي يعيش خويا صح اخويا. ما نيش عليك انت ما نيش عليك هكا. صح هكا باش نقول لك البقوق سمح لنا نلعبوا هنا احنا نهضروا في نهضروا يا درا
Malheureusement, je ne peux pas afficher cette carte, mais vous pouvez la consulter sur votre téléphone. Essayez de demander un itinéraire vers une ville ou un commerce en particulier. السلام عليكم. خويا الحسين عيدك مبارك. عيدك مبارك خويا. ربي يبارك فيك. قبل عام جاي ان شاء الله. بارك الله فيك. امين يا ربي. تفضل اخويا. تفضل خويا. واش غنقول لك؟ حنا حنا ميدان. هذا هو الحل تاعنا. واش يشوفوا فينا ونسقوا في الهاتف. ما نهضرش عليها حتى لاطات ما نهضرش كاع ليها كثير. ايه هذا مكان كيف تعاش الخرجه وانت كل ولا ربي ولا نسقو انا نحن في الولايه توانا انا عندي صحابي تاع واسمو تاع بوس غادي نسق ولا نوجدو واسمو ديالنا وكاين تاع الشرق كاين تاع الغرب هكا لا تاك مش تاك اخويا الحمد لله هذا هو انا هذا واش نقدر نعطيك باذن الله هذا ما وربي يبارك فيكم بارك الله فيك شكرا وربي يحفظك صحيح شكرا الله يجزيك سلام صح الله يجزيك